السلام عليكم. حسب توصيات السيد رئيس الوزراء لزيادة وتيرة العمل في المناطق الغير مخدومة، وإحنا الآن متواجدين بمنطقة حي الكوفة، هي واحدة من المناطق اللي استهدفها فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي. تم هذا العمل بإشراف مهندسين وفنيين ذو اختصاص ومتابعة ميدانية من مسؤول الجهد الخدمي التابع لهيئة الحشد الشعبي. اليوم وحسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة، الجهد الخدمي للحشد الشعبي يعمل على 3 شفتات في 4 مناطق رئيسية محرومة من الخدمات، اللي هي الدورة محلة 826 وبوب الشام الثعالبة وبوب الشام السريدات، وحاليا احنا في الكوفة تابعة الى بلدية الشام. اغلب الاعمال ان شاء الله سوف تنجز منا الى 1/6. فكل الشكر لهاي الخدمة العظيمة اللي قدمها ابناء الحشد الشعبي. شكرا لرئيس الوزراء لخدمة هاي المنطقة المنكوبة، طبعا ما حد زارها وما حد اجاها وما حد شافها غير ابناء الحشد الشعبي الابطال. استمرار العمل لأوقات متأخرة من الليل هو دليل على حرص فريق الجهد الخدمي للحشد الشعبي من أجل إكمال الأعمال الموكلة إليهم بالوقت المحدد والسرعة الممكنة.